عموما انا ما اعرفش اقول غير كل سنه وانتم طيبين، اقعد اقول عيد علينا الايام وعليكم بخير والحاجات دي. انا لان انا مروش من امبارح، مروش ليه من امبارح بقى؟ انا قالوا لي تعالى هيركبوا لي يظبطوا لي الدش في البيت، روحت البيت قعدت قالوا لي القنوات اهيت وشوف، وعملنا مش عارف قمر ايه وقمر ايه وقمر ايه، دخلت اشوف القنوات اراجعها وابص عليها، قعدت اقلب الكلام ده بدا الساعه 10 تقريبا بالليل، اقلب 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 اقلب، الاذان ادان الفجر ما اتسحرتش، بقيت الصبح كله تمام، الصبح النهار طلع عليا وانا لسه بخلص قمر واحد بس، كمية قنوات غير طبيعية، كل حاجة كل ما تعدي تلاقي قناة جديدة قناة جديدة، وهي هي نفس الموضوع بس هي مسميات كتير جدا. يعني انا تقريبا قلت يمكن الفترة الجاية هيبقى قناة لكل مواطن، يعني كده هيبقى شعار المرحلة قناة لكل مواطن، كل مواطن عنده قناة، مش بعيد انا افتح التلفزيون الاقي لي قناة قناة علاء مرسي، هي بيعمل ايه مش عارف، قاعد بيضحك بتاع بقى اي كلام، المهم ان في قناة، قناة لكل مواطن. تقريبا هيعملوا، سمعت عن قناة برضو اسمها اعد شعرك، يعني كل مواطن يقعد يتفرج ويعدوا شعرهم، يقعد يتفرج على شعره وقعد وصلت لكام، 3500 7500 وكله 24 ساعة هوا على الهوا. تعالوا نشوف الشباب الجمال دولت عاملين لنا شعار المرحلة الجاية ايه، هيتكلموا عن القنوات دي ازاي، تعالوا نشوف مع بعض. جاهزين يا معلم؟ كاميرات جاهزة؟ جاهزة يا معلم. والإضاءة والتوصيلات؟ كله جاهز يا معلم. خد بالك يا سماعين، النهاردة اللحظة التاريخية، ده البث التجريبي لقناة بطن الجبل تي في. إيه. عايزين نعملوا قناة تضرب باقي القنوات الخيخة دي على قفاها. بعون الله يا معلم. يا ولد حاج. مبارك عليك. جاهزين؟ جاهزين. انزل بالربابة يا ولد. عتريس. صدرية. لعيبة. وهدان. أهاني. شفيدة. صباي. بنبي. سبيصي. منهور. صمادي. حراج أبو الليف. شاهدونا على بطن الجبل تي في. جاهز. جاهز. دور. دقيقة واحدة. هتعمل ايه؟ هدور، مش هتقول لي دور يا واد؟ بقول لك دور دور المخروبه دي. قول لك دي. هتعمل ايه؟ مش هتقول لي دور يا تدور، يعني ظلتها عليه يا ظلتها بابا. اعزائي المشاهدين، سلام عليكم، معكم من الاستوديو الريادي المعلق الكبير حراج ابو الليف. اهلا وسهلا بكم مع تحليل مباراة السنة الماضية واللي انتهت احداثها بسلام الشهر الماضي بعد جلسة صلح ومفاوضات وقضايا ومحاكم وبلاوي متسلسلة بين الفرقتين. المهم اديكوا شايفين لاعب الفريق الاخضر الرجل المجدع الرجل الشهم اللي يزود عن مرماه ببسالة، لما قج المهاجم كف نزل له ققم اسنانه، يقوم الحكم جبره يلمه يقلع البقاقة الحمراء. ليه ليه اخواته بيتصافوا، انت حشرك ايه؟ المهم وما خلصتش المباراة العفشة دي غير اول امبارح، وزعناها عليكم دقيقة بدقيقة لحد ما تصافوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله. انزل بالفواصل. تفاصل. ايوه. الفيلم الاكشن على بطن الجبل تي في يوم الجمعة الساعة 11، هذا الفيلم برعاية الحج هريدي ملك المطاريق. ليه؟ اللي بعد منيه؟ ودلوقتي حان موعد الظرف واللطف وتفتيح المخ مع برنامج المسابقات المحبوب ابقى جبلي، والجوائز المرصودة لحل سؤال الحلقة بجور ثمان شعلات، وتليفون محمول بقرص بسبكة طول ياما، وفيلة فين؟ بالساحل الجنوبي، وحنشور بحمرين، وبراتين أرض، ومئة ألف جنيه، والسؤال اذكر ما الذي تفكر فيه خالتي دلوقتي؟ واللي يعرف الإجابة يبقى يقابلني. أنا خالتي ماتت أصلاً. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
شافك وانت جاية؟ لا بهية وحدة بهية يتجوز الأول. الفيلم الرومانسي على ضبط الجبل تي في يوم الجمعة الساعة 11. هذا الفيلم برعاية الحج هريدي ملك غزل البنات. بهي وحدة بهي وحدة. اهلا وسهلا. انت؟ ايوه انت عم اكلمك. وانت كمان مع اجدى طرق الجمال والصحه، واحده طرق التخسيس والتنحيف. عايزه تخسي لوحدك انسي، لكن معايا اقول لك ازاي تخسي. بادي سلام ونرجع للكلام. التعليمات: واحد، ما تاكليش لمده 8 ايام متواصله. 2، تصحي الصبح بدري وتلف الغيط قد 10 لفات، بس بشرط تبقي متغطية ببطارية صوف العسكري. صوف العسكري. 3، تقعدي جنب صهد الفرن من 9 ل 19 ساعة لحد ما تبقي سهلولك. دي احدث طرق التخسيس، واللي عايزني يتصل بي على الارقام اللي مكتوبة قدامكم على اللاسه. كان معاكم كابتن جلهوم كرم. دي بعد منيه صدر التعليق. شو بيك شو بيك عسران ملك ايديك بطلب ايه؟ انت مين؟ انا العفريت الصاعيني. بطلب ايه بعد شو وقت؟ يلا انجز. مش عايز حاجة. الله، وما بقلعني برد برد ليه؟ بقلعني ليه؟ اهرج معاك قبري لما العفش. بطن الجبل تتحدى الدجل. بعد مني مرة واحد من البندر بدل ما يقعد على قهوة قاعد على شاي. لا حلوه عليه. واحد من البندر بيهشك ابنه وقع طيارة. لا حلوه عليه. واحد من البندر بيعمل رجيم قام خس وجزر وخياري. لا حلوه عليه. واحد من البندر عدل عيام استنى العب اللي بعده. لا حلوه عليه. واحد من البندر حب ينيم شعره وحكى له حدوتي. لا حلوه عليه. عجبتك يا اسماعيل؟ حلوه قوي. يا دي النور يا دي الهنا. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا دكتور؟ منورنا يا دكتور. عايزين نعملوا اعلان القناه. احنا جاهزين. اتفضل يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سنطره عليه سنطره. جاهز يا حاج؟ جاهزين. دور يا ويل. يا اخوانا عايزين نتكلم النهارده عن موضوع مش واخدين بالنا منه بقالنا فتره ناسيينه. يا اخوانا النهارده عايزين نتكلم عن موضوع قناتنا بطن الجبل تي في. يا اخوانا متخيلين معايا؟ مش بقول قمه الجبل ولا سفح الجبل، بطنه بطنه يا جماعه. متخيلين معايا؟ لو انا بتضحك طبعا فهماني. فاهم ان بطن الجبل هو بطنه. يا اخوانا النهارده لازم ندفع اشتراك القناه. يا اخوانا لما دفعنا اشتراك القناه الناس مش عارفوا يشتغلوا، مش كده برضه ولا ايه؟ مش عارفوا يجيبوا برامج، مذيعين مذيعات. يا اخوانا الحاج اشترى برامج كتير، اشترى معدات وكاميرات ومذيعين ومذيعات. انتوا متخيلين معايا لو هو ما دفعش القناه؟ ما دفعش الاشتراك هتعمل ايه؟ مش هيبقى في برامج. يا اخوانا الوصله بتتعلق، ممكن اي حد يعلق عليها غسيل. بتحكي طبعا ممكن تعلق غسيل على الوصله، مش كده برضه؟ فهماني؟ بتحكي بتحكي يا بهله فهماني؟ ما تحكيش، اوعى تجيب الوصله، الوصله مش بتجيب كل البرامج. وبعدين قناتنا قناه جديده، يبقى الواجب بتاعنا هنا ثلاث حاجات. اول حاجه ندفع اشتراك القناه. اشتراك القناه اشتراك بسيط يا جماعه، اي حد عادي يدفعه، اي حد يدفعه يا جماعه. تاني حاجه تتفرجوا على القناه اليوم هاو عشان انا موجود معاكم كل اسبوع على بطن الجبل تي في. واستنوني بقى. الله ينور عليك. اطلع. الله ينور عليك. جامي دافع دم قلبي في القناه دي. ان شاء الله القناه دي زي الفل. الله يبارك فيك يا دكتور. كتر الف خيرك. اهلا وسهلا. عايزين بقى نتصور صوره تذكاريه ونعمل برومو بتاع القناه. يلا يلا اتفضل. نادم على اسره القناه يا اسماعيل. خشوا يا رجاله. عليكم السلام. على بطن الجبل تي في.